باكر يوم الأربعاء من الأسبوع الخامس من الخمسين المقدسة من مزامير أبينا داود النبي: هذا هو اليوم الذي صنعه الرب، فلنبتهج ونفرح به. يا رب تخلصنا، يا رب تسهل طريقنا، هللويا. من إنجيل معلمنا مرقس البشير: فجاء إليه واحد من الكتبة وقد سمعهم يتباحثون، وعلم أنه أجابهم حسنا وسأله: ما هي الوصية التي هي أولى الكل؟ فأجاب يسوع: إن الأولى هي هذه: اسمع يا إسرائيل، الرب إلهك رب واحد، وتحب الرب إلهك من كل قلبك ومن كل نفسك ومن كل أفكارك ومن كل قوتك. هذه هي الوصية الأولى، والثانية هي هذه: تحب قريبك كنفسك. لا وصية أخرى أعظم من هاتين. فقال له الكاتب: حسنا يا معلم، بالحق قلت أن الله واحد وليس آخر سواه، ومحبته من كل قلبك ومن كل قوتك ومن كل فهمك، ومحبة قريبك هما أعظم من جميع المحرقات والذبائح. فلما رآه يسوع قد أجاب بعقل قال له: لست بعيدا من ملكوت الله. ولم يكسر أحد أن يسأله بعد، والمجد لله دائما.